السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نشرح هذه اللعبة الجديدة. انتم تشاهدون هذا الجرافيكس او القط. لقد قفز في الماء كما تشاهدون هذا القط. الان سوف نرى جو سيف ذا كاسل. انا علينا بانقاذ هذا القط. هيا سوف نقوم بالذهاب هنا بهذا الشكل. قوم بالذهاب إلى هذا المكان. هيا الآن نصعد في هذه الطائرة كما تشاهدون بهذا الشكل. نقوم بالذهاب إلى هناك. هذا هو القط. هيا أقفز يا قط. كما تشاهدون هو القط قد أدر. كما تشاهدون هو القط قد أتى إلينا. الآن نقوم بالذهاب به للطائرة التي قدمناه. كما تشاهدون اللعبة بها جرافيكس جيد وحجمها حوالي 300 ميجا أو 250 ميجا. ميشن كومبليتد. الآن انتهينا من المهمة وأعطونا السيارة. هيا هيا الآن إلى أين سوف نقوم بالذهاب؟ كلوتس. الآن نختار الملابس من الجراج كما تشاهدون. أوكي بانتس واحد. سروال كما تشاهدون نختار هذا السروال. هنا نختار هذه حذاء. نختار هذا الحذاء كما تشاهدون. أيضا إذا أردت قبعة. نختار هذه القبعة. الجراج هنا. السيارات كما تشاهدون. سلكت كار. ما هي السيارة؟ هناك أيضا العديد من السيارات لك فقط بجمع المال. سوف نشتري هذه السيارة السوداء رانج روفر. جيد جدا. يمكن أيضا شراء بعض السيارات هنا في الأعلى. العديد من السيارات الرائعة. الآن نقوم بالرجوع. أيضا هذه السيارة جميلة كما تشاهدون. باي. أو هذه. أو هذه أيضا في الأعلى كما تشاهدون. اختاروا هذه. الآن نقوم بالرجوع. هيا. الآن نبدأ بلاي. اللعبة هي محاكاة رائعة. وكما تشاهدون ها هو القط الخاص بنا الذي أنقذناه أصبح لدينا. ماذا يوجد هنا؟ هيا أين هو القط؟ شاهد القط. هيا الآن نقوم بالرجوع هنا. الآن نقوم بالخروج على هذا الشكل. الجرافيكس الخاص باللعبة عالي. نقوم بفتح هذا الباب. الآن إلى أين سوف نقوم بالذهاب؟ جرافيكس عالي كما تشاهدون. الآن نقوم بالذهاب إلى السيارة هناك. كولين. Hello, this is Diana. Please come here quickly near the red bridge. Something happened. Please hurry up. نشاهد علينا بالذهاب إلى البريدج أو إلى يعني الجسر. هيا السيارة. أصعد إلى السيارة. ألا يمكن الصعود إلى السيارة؟ نعم ممتاز. هيا إلى أين سوف نذهب؟ هنا هو البريدج كما تشاهدون. الجرافيكس عالي جدا خاص بالسيارة. البريدج ها هو. هيا هنا كان علينا الصعود في السيارة أعتقد. هيا
الآن اقتربنا من هنا. ارجع إلى الوراء. سيارة رائعة كما تشاهدون، هيا نقوم بقيادتها. سيارة سريعة، يعني اللعب بها مهمات عليك فقط باجتيازها، ولكن سوف أريكم سوف أريكم المدينة. ما هذا؟ سيرك. نعم كما تشاهدون هذا سيرك، سوف نرى هل بإمكاننا النزول هنا. هيا وتشاهدون، يمكنكم أيضا اللعب في هذه الأماكن الخاصة بالملاهي، الأمر رائع جدا. سوف أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم، أتمنى تنال إعجابكم اللعبة. سوف تجدون رابط تحميلها أسفل الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.